ياقوت برا المخزن جيب لي العوينه. شنو مازال توجع فيك زرستك؟ هذيك باش تعود تسمع كلامي. ملي دخل سيدي رمضان وانت تاكل في الحلو، وانا نقول لك يا ولدي يزي تاكل في قلب اللوز تقول كسكسي. انت اللي سمك تهضري كي ماغدا، تحسب ان انا مانيش ناكل 10 حبات قلب اللوز في الليله. قداش تاكل؟ 9. ليلي حتى شيء تريف. هاي بلا تو العمي برهين خلينا حيلك الزرسه. مرض انت يا تعرفي شو قال لي؟ قال لي ما عنديش لانيستيزي. الصبع ديالي خوافه. ريم العماري اهلا بيك، شنو احوالك؟ الله يسلمك. والله الحمد لله، وانتم واش راكم؟ الحمد لله، مرحبا مرحبا. الله يسلمك، ميرسي. شرفتنا. انا تشرفت لي راني ضيف عندكم اليوم. نوري وش بك؟ زرستو توجع فيه وخايف خايف لي نحيها. قال لك باش نحيها بلاش لانستيزي؟ لا انا خوف انا. اي اسمعي ما ديريش عليها. لو كان نقول لك شحال قال على المدرسه ما تامنيش. شحال؟ بالاقل بالاقل 45. 45؟ امال علاش ما تنحيهاش الزرسه هي؟ المهم انا غادي نروح للمرشي ونعاود نولي. لي 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 كيفاش؟ رويج لي زرسته توجع فيه وخليه يمشي للمرشي ما يجيش. اقعد ارتاح حتى نبعث الباجي. صح نور ربي مطلبك. قولي باجي يجيب لي معاه قلب اللوز. ها حبيبات هكا محشيين. والله لا تراها. نعمي ابليس سالي ابليس يلا مرحبا نورتني. الله يسلمك، انت اللي نورتي الكوزينه. يعيشك، فرحانه بيك باش نطيب لك ماكله بنينه بنينه تهز العقل. واش حطيبي لي؟ لحم حلو. اون بليس نموت على اللحم الحلو، يعطيك الصحه. نعرف اش نختار. وانتم زيدا اقعدوا معنا، كوزينه عاشور ديما تقترح عليكم حاجات سهلين وبنين، ما تزبيوش. هنا راجعين. مرحبا بيك مره اخرى ريم، شرفتني. الله يسلمك نوريا، ميرسي بوكو. باش نطيب لك الحاجه البنينه هذه اللحم الحلو، انت تعرف تطيبه ساعه ولا؟ صراحه نعرف لا غوسيت بصح جامي ما طيبته. ما يستاهلش، كيما يقولوا تشا في الزين تبعد العين. الله يسلمك. باش نطيبوه مع بعضنا وتولي تعرف تطيبه ويجيب منين يهبل. يلا. اوكي. المكونات بيجي. نوريا حاول قضية تاعك. يعطيك الصحة. و شبيك باشي؟ حسيت روحي راني نتفرج في الأخبار. أخبار مزيانة على كل، هاي برا خدم على روحك برا. باش نقول لك المكونات باش نستحقوا: اللحم مقصوص، البصل، الفلفل الأكحل، القرفة، سمن، وبطبيعة الحال عندنا لهنا العوينة الشيحة والمشمش الشيح، الزبيب، وفي الصحيفة هذه حطيت الزعفران ونجمة الأرض، حطيتهم في الماء السخون. وباش نبداو أول حاجة باش نقليو اللحم، باش نحطو سمن ومعاه الزيت. أعطيني هيك الزيت يا ريم. تفضلي. يعطيك الصحة. باش نحطو الزيت. كيفاش تحدي نهارك في رمضان ريم؟ ولا غير في رمضان كيما الايام الاخرى في النهار نخدم، وعلى نكون في قاعه التحرير تاع كانال الجيري. من بعد كي نكمل الخدمه دي فوا يكون عندي قضيان فير دي جو في دي كورس ولا، ودي فوا جو رونتخل ديريكتومون للدار باش نعاون مامير في لا كوزين. هكا تعاون معناها طيب البورك وش لا ده. حاجه باهية على كل. وانت تحشش في رمضان ولا شويه؟ صراحه انا نحب رمضان. هو الشهر المفضل تاعي ديجا. بون كيما يقول لك هو فرصه باش الواحد يتقرب اكثر من الله، ومي اون ميم طون كي واحد ما يصومش صح يتفكر لا سيتوياسيون تاع الناس المحتاجه، مي واحد اللي كيما انا ينحب الماكله يغلبني شويه. تحب الماكلة أنت؟ نحب الماكلة. ملا كيفاش محافظة هكا على بدن مزيان وأنت مزيانة؟ الله يخليك، عينيك يا شابين نورية. جيساي دو فيغ دو سبور، نمشي ندير رياضة. السبور، دونك تاكل على روحك اللي تحب وتلعب السبور. فوالا. أوكي. لهني حطينا البصل اللي قصيناه واللحم،
باش نحطوا له لفيح طريف فلفل اكحل وطريف ملح وبطبيعة الحال باش نحطوا نجمة الأرض والقرفة وبتوا باش نخليهم يتقليو الساعة قبل وبعد طبعا نمرقوهم اوكي باش نحطهم على النار نخليو اللحم يتقلى ومن بعد طبعا نمرقوه بالماء والزعفران نتاعنا. ريما علاش اخترت الصحافة؟ اخترت الصحافة لأني أغرمت بهذا المجال وانا بوغ موا جي توجور فولو اتر او سيرفيس دو لا سوسيتي ونحب نوصل صوت الناس اللي ما عندهاش صوت وننقل المعلومه ونحب انا بوغ موا لو جورناليزم سي اوسي دو ترانسميتر سا باسيون دونك انا كي الناس تبعث لي كريم قولوا لي غراس ا توا اللي حب اختارنا هذا المجال سا مو في فريمون بليزير وبارفو الناس ما عندهم حتى علاقه بمجال الاعلام جو مرابيل اون فوا وحده طبيبه تقول لي كيفاش نقدر ندير باش نولي صحفيه كيما انتيا وهذا الشيء ذكرني بنفسي لاني انايا على باس قريت جيوفيزياء في الجامعه بصح بوندون مون كورسوس يونيفرسيتير اغرمت بمجال الصحافه اللي نقولوا لها مهنه المتاعب و دونك سو كي ما بوسي ا ابروندر دي فورماسيون دي ميديا ترينينغ بور فريمون نطور من نفسي ونقدر جو بو اكزيرسي هاد لو ميتي و جا ميساج عندي رساله نوجهها لكامل الطلاب في الجامعه والناس تخدم وبالك ما حبوا يبدلوا المجال تاعهم مجال العمل نقول لهم اليزي فونسي فوالا يلزمهم يكونوا عندهم الشجاعة ويكملوا اي بيان سور باهي نذكرك اللي انا توا باش نمرق الساعة الطنجرة نتاعي بال الزعفران محطوط في الماء السخون والنجمة الأرض باش نصبوهم لهنا و باش نخلي شوية زعفران باش نحطوه في العوينة والمشماش واللوز نتاعنا اوكي ديما انت كي نشوفوك في التلفزه قارئه اخبار نشوفوك في كادر هكا ستريكت قد قد انت في الدنيا هكاكا شويه شويه تقدري تقولي دون لو سونس وين بون سي لا ميم ريم عماري اللي تشوفيها في الشاشه واللي تشوفيها قدامك هي نفسها برك مع Comment dirais-je, avec les personnes que je connais ou là, avec mon entourage, j'ai tendance à. يعني أنت sérieuse في الدنيا ولا فدليكة ولا. Alors caractère تاعي كيما تقدري تقولي كيما تشوفيني في la télévision كيما تشوفيني خارج pratiquement la même chose avec quelques différences bon bien sûr avec ma famille mon entourage je suis beaucoup plus à l'aise que كيما تشوفوني à l'écran باش تقول لهم الساعه فاميله هكاك لا لا على بالي قلت لك افيك لونتوراج هكا نهضر معاك وتفادلك وباش تاكل اللحم الحلو وانا وياك ناخذوا في كلمه نعطي وكلمه اون بليس دونك انت ماكش هكاك في الدنيا فوالا اون بو دير سا كوم سا هكا ولي صح صح صعيبه قرايه الاخبار Alors, ma chère Karaya, les saïba, mais il y a tahdir, parce que avant de lire le Karaya, les akhbar, هي اللي تحضر الاخبار معناها التحرير نتاع الاخبار اللي باش تقولها ولا يحضروا الى كاين ناس pour eux qui chauffent au présentateur d'info, on met لهم تقرا برك واش كاين في الورقه ولا sur le prompteur alors que c'est pas le cas. لا اه اوكي مقدم الاخبار هو اللي يحضر المحتوى تاع النشره بيان سور كاين رئيس تحرير كاين رئيس النشره وكاين صحفيين اللي يخدموا التقارير دونك انا نخدم ثاني تقارير وثاني نقدم النشره صارت لك شي هكا حاجه وانت تقرا في الاخبار حاجه هكا يا سامباتيك يا هكا فاجئتك مفاجاه عندي اون انيكدوت جوستومون في بدايتي في التلفزيون الجزائري جو مرابيل كنت في الاستوديو اون ديريكت نقدم في نشره تاع السابعه اون لايف
و يافي اون موش تبانه في لو ستوديو وانا نقرا شغل ما قدرتش نحيها ولا واني وخفت يقرا في الاخبار ويعمل هكا فوالا قعدت الدور 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 قعدت نقول ان شاء الله بكت بعد ما تجيش ونهضر ونخاف كاش ما تدخلي في فمي باسكو قال لي صرات لهم ديجا انا نهضر ما سو بونت لهنا تقول لي سور موني ما حتى وين خلاص بداو لونساو التقرير باش قدرت نحيها معني خليتها وكملت ولا غير خليتها ما بانتش غصمون ما بانتش خلينا نجيب انا طنجره توا فيها الماء سخون حاضر باش نحطوا فيها الفيكيا نتاعنا ها وهكا بديت نشم في ريحه تاع اللحم ساسون تري بون بديت بين باللي بنين ان شاء الله يجي بنين وتكل عليه صويبعك الماء نتاعنا هذايا سخون باش نحطوا فيه القرفه بالطبيعه ما ننساوش طرف الزعفران اللي خليناها وباش نحط زيده العوينه والمشماش والزبيب في وسطها والزبيب والمشماش في الماء السخون تكري حراهي تشهي بين باللي بنين ان شاء الله وباش نحطوا السكر ما نحطوهش الكل هما ديجا حلوين نكملوا النجمه تلرض نحطوها لهنا وهذه الفيكيا نتاعنا كي باش نحطها على النار في الاخر بالكل هذا ما زهر باش نحطوا منه شويه في الفيكيا هذا دونك باش نرجعوا للنار ريم انت ميس الجيري 2013 وي كيفاش شاركت بربي شاركت كنت طالبة جامعية سمعت بالمسابقة دونك رشحت روحي وما كنتش كامل نستنى زعما يخيروني با فينالمون اما غوند سوربريز اخترت كوميس الجيري فوالا جو مي رابيل هذاك النهار هي لو كونكور درناه في وهران في غرب الجزائر وجاو كامل جاو ما فامي باش يحضروا حفله تتويج جو مي رابيل عيطت لي الام ديالي باش تقول لي فوالا راهم وصلوا وسقساتني قالت لي ريم اسكو حضرتي ان سبيتش ان ديسكور دو ريميرسيمون باش تشكري لو جوري او كاو تربحي ضحكت ولا غير ضحكت قلت لها ماما منك بصح تي بونس فريمون كو جو بو غاني هكا ايبا جو ماتوندي با بور تو دير هادي كامل باش نقول لك بلي ما كنتش كامل نستنى نفوز باللعبه انت باش تربح وكي قالوا لك ربحت لقيت كلمه باش تقولها ولا لا ولا قعدت كيت من الفرحه ما كنتش كامل نستنى ما قلت حتى شيء ما قلت حتى بون بعد تيك مع صحفيين داروا لي انترفيو جاوبتهم وكي وليت ميس وقتها عاونتك باش تمشي للصحافه ولا لا كاين بزاف يقول لك كما يقول لك هذه فكره الناس عندها احكام مسبقه وافكار مسبقه يقول لك باسكو كانت ملكه جمال الجزائر اللي التحقت بمجال الاعلام هي ما عندها حتى علاقه باسكو كما قلت لك انا اغرب دخلتها بالزين يقولوا يعني ما عندها حتى شيء ما خاطر خاطر الزين الوغ كو انا على باس كي شاركت ديجا في المسابقه باش نبين بلي وحده تقدر تكون زينه كما تقولي زينه كي بنتي وتكون مثقفه وتكون تدرس وعندها ليسونس وعندها ماستر و الي اكتيف دون لا سوسيتي سيفيك كملت الاوصاف نقولوا كيما انتيا كملت الاوصاف مزيانه ومثقفه وناجحه وصحفيه بيان سور الله يخليك ان شاء الله الا شرفتني مره اخرى توا قريب بيحضر اللحم نتاعنا توا نتفقدوا ونشوفوه الساعه كيفاش يلزم يكون زبده طيب ويقف على زيته وكيف كيف اللوز مش اللوز اللوز باش نزينوا بها هوا المشماش والعوينه والزبيب يحضروا ونوريك كيفاش اللحم الحلو كيفاش باش نزينوه وتشوف كيفاش البنة انتم زيدا ما تبعدوش ما تزابيوش باش تشوفوا البلان تاعنا قبل ما نقول لكم باي باي هذا البلان تاعنا حضر اللحم الحلو يعطيك الصحة التفاحات هذو ما حطيتهم في الاخر بالكل مع الزبيب والعوينة والمشميش باش نزينوا بهم وباش نكملوا هذه هكا البرقدينة باش قولك يعطيك الصحة على لا بريزونطاسيون ويبان بنين بصح لازم ندوق باش نكونفيرمي بيان سور عندك الحق شرفتني لالا ونورتني الله يسلمك شكرا على الاستضافه وصحه فطورك نوريه يعيشك
نوريه. نعم. هو ناظم مولاي. بي وصل ضيفتنا للديوان وهاني خالط عليكم باش نجيب لكم شقه الفطر. داكور طاب. حبيت نسقسي. نعم الباج. حبيت ندير ميساج للرجاله. واش لازمني؟ روح أحمد نقول لك واش لازم دير باش تولي ميستر الجيري. إن شاء الله عجبتكم حلقتنا اليوم وإن شاء الله عجبكم اقتراحنا. غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت نعطيكم اقتراح آخر. شيء طيبة وصحة فطوركم. باي باي. الحم الحلو نستحقه. الحم علوش مقصوص تريفات تريفات، سكر، مغرفة كبيرة سمن، قرفة عواد، سكنجبير، ونستحقه نجمة لرف، ونستحقه سكر ملحي، مشماش شايح، زبيب، تفاح، وزوز مغارف كبار مزهر، 100 غرام لوز مجمر على السمن. باجي اش تعمل هنا؟ صوتها شباب هاني نسمع. صوتها شباب ايه، اما انت برا كمل خدمتك. ما نديهاش عند مولاتي. لا لا باجي، مولاتك راهي مشغوله وانا نقعد مع نوريا. شي هي طيبه الناس الكل. انت ما عمرك تهدري.